خلونا زي ما احنا متعودين دايما في صباح الخير يا مصر بنبدا اولى فقراتنا باهم الاخبار التي حدثت بالامس، والبدايه دايما بتكون من مؤسسه الرئاسه، لان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الشعب المصري والامتين العربيه والاسلاميه بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف. وقال سيادته في تدوين على صفحته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي: في هذا اليوم أشرق نور النبوة الخالدة على الإنسانية بأكملها، فكشف عنها غيوم الجهل والأوهام. سلام الله وصلواته على نبينا الكريم الذي كان نموذجا فريدا في الفضيلة، فلنجعل هذه الذكرى العطرة نبراسا ومنهجا وقدوة تقوي من عزائمنا وإرادتنا في بناء حياتنا ومستقبلنا. كمان امبارح تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. كتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تلك المناسبة المباركة نستلهم منها أسمى معاني الرحمة والمحبة والتواضع والإرادة الصادقة، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات على وطننا الغالي مصر. لسه الحديث عن انتصارات الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة مستمر، لأن تم وضع في الحقيقة مجموعة من الفلسطينيين ووضعوا أكاليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول، واللي بيضم رفات جنود مصريين بمدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، في تأكيد للروابط اللي بتجمع ما بين الشعب المصري والفلسطيني والدور الكبير للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية. ذكرى اكتوبر المجيدة العاشر من رمضان، جئنا الكادر الفتحاوي بالمحافظات الجنوبية ممثلين لفخامة الرئيس بوضع اكليل على الجندي المجهول بمحافظة خان يونس احياء لهذه الذكرى، وتأكيدا على الروابط والعلاقة الوطيدة ما بين الشعب الفلسطيني والشعب المصري. مصر كان لها دور كبير في القضية الفلسطينية وعلاء شأنها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية في كل محطاتها ومراحلها، وفي هذا اليوم نهنئ الشعب المصري قيادة وشعبا بنصر أكتوبر وبالذكرى 49 لهذا النصر. كمان امبارح كان في مجموعه من الاخبار والاحداث المهمه، ويمكن ابرز هذه الاخبار هو انطلاق موسم العمره الجديد ووصول بشائر المعتمرين المصريين للاراضي المقدسه، وايضا تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير 482 مشروع في سيناء، وده كان بتكلفه 24 مليار جنيه لتحسين الخدمات المقدمه لاهالي سيناء. اخبار تانية هنعرفها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، منها استقبال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، وتم مناقشة التعاون فيما يتعلق بإجراءات تنظيم موسم الحج. وخلال اللقاء أعرب وزير الحج والعمرة السعودي عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية اللي بتتخذها وزارة الداخلية كل سنة للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج المصرية. امبارح بدأت أفواج المعتمرين المصريين الوصول بسلامة الله إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وأعلنت غرفة شركات السياحة نجاح انطلاق رحلات موسم العمرة السنة دي، وأكدت أن البوابة المصرية للعمرة ساهمت بشكل كبير في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر. امبارح برضو أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه اعتباراً من النهاردة 9 أكتوبر الساعة 4 العصر
هيبدأ تشغيل خطوط أوتوبيسات مجانية مكيفة لنقل الزوار لمعرض تراثنا. المعرض بيتم تنظيمه في مركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس. امبارح أعلن الجهاز المركزي للتعمير تولي العمل في 482 مشروع لصالح سيناء ومدن القناة بتكلفة حوالي 24.8 مليار جنيه، وده خلال الفترة من 2014 ولحد دلوقتي. المشروعات دي بتخدم أهالي سيناء ومدن القناة وبتستهدف تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في هذه المناطق. نروح دلوقتي لجولة أخبار المحافظات اللي معنا فيها مجموعة من الأخبار والأحداث الهامة في محافظات جمهورية مصر العربية المختلفة، منها تخصيص 450 مشروع عبر برنامج فرصة للأسر الأولى بالرعاية، ده في شمال سيناء. كمان من بين الأخبار اللي حصلت في المحافظات افتتاح 4 مصانع في منطقة العلاقة الصناعية في أسوان واستقبال مطار الغردقة الدولي ل 111 رحلة طيران على متنها 16,000 سائح، وأخبار تانية هنعرفها بالتفصيل من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، أبرزها توجيهات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية بتركيز تواجد سيارات مبادرة سند الخير في الأحياء الشعبية والمناطق الأكثر احتياجاً في المحافظات، وده علشان توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، وقال إن المبادرة حققت مبيعات تقدر ب 112 مليون جنيه في المحافظات. في الإسكندرية أعلنت منطقة آثار المحافظة عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سقوط الأمطار علشان يكون في سرعة في التعامل مع أي تراكم للمياه في مختلف المواقع الأثرية بالمحافظة. في البحر الأحمر استقبل مطار الغردقة الدولي امبارح 111 رحلة طيران على متنها قرابة 16,000 سائح من جنسيات مختلفة. في الشرقية أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إن إجمالي كمية الرز الشعير اللي تم توريدها لمواقع التجميع حوالي 2,101 طن، وقال كمان إن مساحة الرز المزروعة السنة دي بلغت 226,092 فدان. في شمال سيناء قال المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة إنه تم توفير برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتخصيص 450 مشروع للمحافظة من خلال برنامج التمكين الاقتصادي فرصة. في أسوان تم امبارح افتتاح 4 مصانع في منطقة العلاقة الصناعية، وده ضمن التوسع في الأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد وضخ استثمارات جديدة في القطاعات الصناعية. في كفر الشيخ قال أحمد نصار نقيب عام الصيادين في المحافظة إن مديرية التربية والتعليم وافقت على إنشاء أول مدرسة ثانوية صناعية لتعليم حرفة الصيد والاستزراع السمكي وصناعة مراكب الصيد في قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز موتوبس. في الغربية نظمت مديرية الزراعة بالغربية احتفالية يوم حصاد مبكر لمحصول الرز صنف سخا سوبر 300. في بني سويف قال المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم إن إجمالي قيمة المشروعات اللي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك وصل ل 2,154 مليون جنيه، والمشروعات دي استفاد منها 15,000 مشروع صغير ووفرت أكتر من 24,000 فرصة عمل.